تنفذ دولة مشروع تلال الفسطاط الذي يعد من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذه على مساحة تبلغ 500 فدان. ويقع المشروع في قلب القاهرة التاريخية، ويهدف إلى إحياء التراث المصري عبر العصور، حيث يتوسط المشروع مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص ومنطقة حفائر الفسطاط ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مشروع تلال الفسطاط مراسل النيل للأخبار أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية، لو تطلعنا بشكل أوسع على هذا المشروع وأهميته، وأيضا أهميته في قلب القاهرة التاريخية. بالفعل شباب، يمكن هذا المشروع يعد متنفس طبيعي ومتنفس ثقافي لكافة سكان القاهرة وأيضا المحافظات المختلفة. يمكن هذا المشروع بيقع في قلب القاهرة التاريخية وعلى مساحة 500 فدان، ويضم العديد من المناطق الثقافية والأثرية وأيضا المناطق الترفيهية وأيضا بعض الحدائق. يعني سوف نتعرف على تفاصيل هذا المشروع من المهندس إسلام غيث، وهو مدير تنفيذي بمشروع تلال الفسطاط. باشمهندس إسلام، كلمنا عن هذا المشروع وتفاصيله بشكل دقيق. حدائق الفسطاط تتكون من تلال الفسطاط، هما ثلاث تلال يتخللهم النهر، مسار النهر. والتلال عبارة عن مسطح أخضر بحوالي 150 ألف متر مسطح أخضر، يعني يتكون كمان من بدايته بالمنطقة التراثية، وهي عبارة عن أشجار ونباتات نادرة جدا على مستوى العالم. فده هيكون من أهمية المشروع أنه بازار سياحي وتنشيط للسياحة كلها، وطبعا إعادة إحياء القاهرة التاريخية بشكلها العصري والحضاري. فمشروع حدائق الفسطاط هيكون درة خضراء في القاهرة الجديدة. طب كلمنا عن مساحة التلال وأيضا ارتفاعها عن سطح الأرض والزراعات الموجودة. التلال مسطح، أقل تلة فيهم حوالي 60 ألف متر مسطح، ارتفاع عن الأرض 50 متر عن سطح الأرض، يتتخللها بقى أشجار وزراعات وهارد سكيب. تكلمنا عن المنطقة الأثرية الموجودة واللي هيتم أيضا تصبح مسار سياحي. المنطقة التراثية فيها أشجار نادرة على مستوى العالم، متجمعة من جميع أنحاء العالم ومن مصر ويعني من الشرق الأوسط بالكامل، لتكون رقعة ومزار لجميع السياح سواء بقى في الشرق الأوسط أو في الخارج. جدا المهندس اسلام غيث، مدير تنفيذي في مشروع تلال الفسطاط. شكرا. شكرا لحضرتك جدا. في شباب ايضا، هناك منطقه حفائر وهي تعود لمنطقه الفسطاط القديمه التي يمكن اسسها عمرو بن العاص لدى دخوله الى مصر، وايضا تم افتتاح ساحه عمرو بن العاص ومسجد عمرو بن العاص للزوار سواء من المصريين او العرب او الاجانب. شكرا لك اشرف مبارك مراسل النيل للاخبار، كنت معنا مباشره من منطقه الفسطاط.